بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح تفسير الجلالين، الشيخ جلال الدين السيوطي والشيخ جلال الدين المحلي. قد وقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قال الجلال رحمه الله: ولما منع صلى الله عليه وسلم من التصدق على المشركين ليسلموا، نزل قوله تعالى: ليس عليك هداهم. يعني كان الناس يعطون المشركين الصدقات، فمنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عن إعطائهم الصدقات، وقال له: ليس عليك هداهم، أي الناس إلى الدخول في الإسلام، إنما عليك البلاغ، لأن الهداية في القلوب يخلقها الله تعالى، اللي هي إيه؟ التوفيق. التوفيق إلى الإسلام، هذا من اختصاص المولى تبارك وتعالى، كما قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهنا قال: ليس عليك هداهم. ليه؟ لأن الله علم أزلا بمن يؤمن ومن لا يؤمن، فمن علم أنه يؤمن خلق في قلبه الهداية بالإسلام والتوفيق للعمل به، ومن علم أنه لن يؤمن أشقاه وكتب عليه الشقوة: لقد حق القول على أكثرهم أنهم لا يؤمنون. وقلنا هذا من عدل الله تبارك وتعالى، ليه؟ لأنه علم أزلا منهم أنهم لن يؤمنوا، ولا يظلم ربك أحد. ولذلك قال في سورة الأنعام: ولو ترى إذ وقفوا على النار قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمن هم عنه. ليبين لك عدل الله، ليبين لك عدله سبحانه، وأن الكافر علم منه أزلا أنه لن يؤمن. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم منع عنهم الإنفاق ليسلموا، لعل وعسى، على سبيل الرجاء، لكن المولى قال لهم: ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء، أي من يشاء هدايته إلى الدخول في الإسلام هداه. هذا معنى الآية: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، أي من يشاء هدايته إلى الدخول فيه. فحذف المفعول، حذف المفعول، أي يشاء هدايته إلى الدخول فيه. وما تنفقوا من خير أي مال فلأنفسكم،
دايما القرآن يعبر عن المال بالخير دائما. مثلا تقرأ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، خلي بالك. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، وقال وإنه لحب الخير لشديد، أي المال. وقال وتحبون المال حبا جما، فسماه خيرا وسماه مالا لأن النفس تميل إليه. الريق يسيل عليه، الريق يسيل عليه، بمعنى أنه إيه؟ دايما الإنسان ينظر إليه. وتحبون المال حبا جما وتأكلون التراث، أي الميراث، وتأكلون التراث أكلا لما، يعني المال الذي يتركه الميت ويذهب، كل واحد من الورثة يعني يحب أن يحوز المال كله ولا يعطي أحد، خاصة لو كان كبيرا قويا وكان المال كثيرا، يحب أن يستأثر به، يعطي غيره الفتات ترضيع، كل واحد هو يأخذ الإيه؟ الباقي، زي اللي قدامه إيه؟ البطة أو الوزة، يعطي الرأس، يعطي الجناحين، يعطي الأرجل، وهو يحمله كله. هذا دليل على الطمع، دليل. وتحبون المال حبا جما. ولماذا سماه خيرا؟ إن ترك خيرا وما تنفق من خير، بل يعني ينبغي أن يكون المال خيرا للمسلم، ينفقه في طاعة الله فيكون سبب في دخول الجنة، كما فعل سيدنا أبو بكر، سيدنا عثمان، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا حكيم بن حزام، الصحابة رضي الله عنهم، أنفقوا المال في الجهاد في سبيل الله وعلى الفقراء والمساكين، فكان سببا في دخولهم الجنة. لكن الشقي هو الذي يشقى بالمال، مش القرآن قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال عن سيدنا نوح ذلك بأنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. وما تنفقوا من خير أي من مال فلأنفسكم، لأن ثوابه له، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم لأن ثوابه له، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أي ابتغاء الثواب، لأن الله تعالى غني عن العالمين، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. لكن هنا بيبين الوجهة التي ينفق من أجلها المال، كما قال في شأن سيدنا أبي بكر، قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، لما أعتق بلالا وغيره، يعني أعتق 10 من الأعبد الأوائل، أعتقهم وأعتق بلالا معهم، فالمشركون قالوا إيه؟ ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد عنده، يعني نعمة لبلال على سيدنا أبو بكر يعني، فأعتقه من أجلها.
الله تعالى بين نية سيدنا أبو بكر وأنه أعتقه واشتراه لوجه الله تعالى لينقذه من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، لينقذه من العذاب الدنيوي والعذاب الأخروي. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه تعالى. نفس الآية: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أي ثوابه لا غيره من أعراض الدنيا. ذا خبر بمعنى النهي، أي لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله. خلي بالك، خبر يعني لفظ الجملة خبر ومعناه النهي، زي ومن دخله كان آمنا، خبر بمعنى الأمر، ومن دخله فأمنوا، ومن دخله فأمنوا. وهنا معنى الآية إيه؟ وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أي لا تنفقوا، نهيهم لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله. لأن الإنسان لو أنفق للرياء والسمعة لا ثواب له. تبين لوجهة الإيه؟ لوجهة المسلم في الإنفاق. ثم قال: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، أي جزاؤه مضمون على الله، يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي لا تنقصون منه شيئا من الأجر، يعني لا تنقصون من الأجر شيئا. والجملتان تأكيد للجملة الأولى، لجملة وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. كرر الثانية توكيد لمعنى الأولى، بمعنى أن الذي ينفق لوجه الله لا يحرم الثواب، وإنما يوفى الثواب كاملا غير منقوص. هذا معنى التوكيد، توكيد معنوي، توكيد مش خطه في النحو، نحو كده التوكيد اللفظي والتوكيد. التوكيد اللفظي تبقى الجملة بلفظها ومعناها، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، لكن ده توكيد معنوي. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم نفسكم. ثم قال: للفقراء، خبر جر ومجرور، والمبتدأ محذوف، المبتدأ أي الصدقات للفقراء، الصدقات مبتدأ وللفقراء خبر، يبقى ده جر ومجرور خبر لمبتدأ محذوف، تقديره الصدقات للفقراء. للفقراء ده بيان لوجهة المنفق عليه، مش فيه منفق اللي هو الغني، الغني منفق والفقير منفق عليه، يبقى فيه فاعل ومفعول. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، أي حبسوا أنفسهم على الجهاد، والآية دي نزلت في أهل الصفة وهم 400 من المهاجرين أرصدوا لتعلم القرآن والخروج مع السرايا، اللي هو نزل فيهم آية الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. أهل الصفة دول كانوا يقلون ويكسرون، كان رئيسهم سيدنا أبو هريرة، والصفة هي مؤخرة المسجد النبوي، آخر المسجد النبوي مكان مظلل، فكانوا يجلسون تحته ليلا ونهارا لتلقي العلم من النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ السنة وحفظ القرآن، يقرؤون القرآن ليلا ونهارا ويدعون. وإذا خرجوا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد، خرجوا معه، ده يسموه الصوفية التجريد، يعني التجرد من الدنيا، في أهل الأسباب وأهل التجريد. أهل التجريد يعني يتفرغون للعلم والعبادة والجهاد في سبيل الله. في بعض الناس يعترض على الصوفية في مسألة التجرد، يقول لك ده من التواكل. لا، طب هؤلاء كانوا متواكلين؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصبر نفسه معهم، لأن أغنياء المشركين قالوا ابعد هؤلاء الفقراء ونحن نتبعك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يميل إليهم، لأن كل واحد منهم رئيس قوم، فإذا آمن آمنوا وراءه، طمع في ذلك صلى الله عليه وسلم يعني يريد ذلك، لكن لا، القرآن قال له لا، ولا دول، هؤلاء ختم الله على قلوبهم، مش فايدة، خلي بالك من دول، خلي بالك من هؤلاء هم الذين ينفعون الإسلام. واصبر نفسك، شوف ازاي، يعني احبس نفسك معهم، يعني زي ما تقول خلي بالك من فلان، يعني راعيه وانظر إليه بعين العناية والرعاية ولا تهمله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني معنى مش بالغداة فقط والعشي فقط، لا، وما بينهما مليء بالطاعة والعبادة، إنما نص على الطرفين ليعلم ذلك أنهم يتعبدون دائما دائما، لأن القرآن أمر بهذا. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وثاني ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار، يبقى في مكان تاني يبقى العبادة استوعبت كل الأوقات. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يبقى كل الأوقات. لما ينص على الطرفين معناها ما بين الطرفين مليء بالطاعة، كما قال في شأن الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعني لا يحصل فتور ولا كسل ولا كلل ولا ملل. فهؤلاء اللي هم حبسوا أنفسهم على الجهاد نزلت فيهم هذه الآية، يعني وجهوا يا أيها الأغنياء نفقاتكم لهؤلاء المتفرغين المتجردين للعلم والذكر والعبادة والجهاد في سبيل الله. من اللي يستحق الصدقات؟ هم، لأن ذلك يعينهم على الطاعة والعبادة والجهاد في سبيل الله. كان رئيسهم سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، كانوا يقلون إلى 70 ويصلون إلى 600، يعني ينقصون ويزيدون بالموت والإضافة عليهم والدخول فيهم، يزيدون وينقصون، يزيدون وينقصون. ثم قال لا يستطيعون ضربا في الأرض. الضرب في الأرض هو السفر،
كما قال في آخر سورة الإيه؟ المزمل. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فالابتغاء من فضل الله التجارة، يبتغون من فضل الله، فضل الله الرزق، أي الرزق، رزق الله، يعني يطلبون رزق الله في الأرض. لا يستطيعون ضربا أي سفرا في الأرض للتجارة والمعاش. ليه؟ لشغلهم عنه بالجهاد، اشتغلوا بالتفرق والتجرد للطاعة والعبادة والجهاد عن السفر وطلب الرزق. ومن هنا يعني كفل الله لهم الرزق في أموال الأغنياء، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: إن الله فرض في أموال الأغنياء بقدر الذي يسع الفقراء، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعاروا إلا بما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله سيحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليما. وإلا فما معنى فرض الزكاة والصدقات في أموال الأغنياء؟ وهم من أجل هؤلاء يخدم بعضهم بعضا، الفقير يخدم الغني والغني يخدم الفقير، ويحصل تكامل في المجتمع. فلو كل فقراء عجلة الحياة تقف، ولو كل أغنياء كذلك، لا يخدم أحد أحد. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني هذا مسخر الغني مسخر للفقير، والفقير مسخر للغني، حكمة الله. فانظر هنا يقول إيه القرآن: للذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، هم الفقراء، أي للتجارة والمعاش، لأنهم مشغولون عن ذلك بالجهاد والعبادة والعلم اللي هو التجرد، تجرد عن الأسباب. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يحسبهم الجاهل بحاله من التعفف، حينما يراهم يقول هؤلاء أغنياء، يقول إيه؟ هؤلاء أغنياء، لأنهم أهل عفة، أهل عفة، يتعففون عن المسألة، تراه تقول هو غني، لكن القرآن يخبر عنه أنه فقير، وأنه أحق بالصدقة من الذي يسأل الناس، هذا لا يسأل لأنه عفيف. يحسبهم الجاهل أي بحالهم أغنياء من التعفف، لتعففهم عن السؤال وتركه، يتركون السؤال. فالذي ينظر إليهم يقول هؤلاء أغنياء، تعرفهم بسيماهم، تعرفهم أيها المخاطب بسيماهم، أي علامتهم، أي علامتهم من التواضع وأثر الجهد، يعني أنهم أهل تواضع، يعني ثياب الفقير غير ثياب الغني، وكذلك يعني وجه الفقير في الغالب يكون شاحبا، لأنه لا يتنعم كثيرا بالطعام والشراب، نظر عين.
تعرفهم بسيماهم. السيمة هي العلامة، هذه معنى التوسم هو إيه؟ التعلم. شيء موسوم بكذا أي معلم. يقول لك فلان عليه سيمة الصلاح أي علامة الصلاح، كما قال في أوصاف الصحابة في آخر سورة الفتح: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يعني ترى النور، نور العبادة والطاعة والإيمان في وجوههم كما هم موصوفون في التوراة والإيه والإنجيل. سيماهم في وجوههم أي علامتهم في وجوههم، وليست الإيه الزبيبة التي تكون في الرأس. بعض الناس يظن أن السيمة هي العلامة التي إيه تكون في الرأس. الشيخ إيه الشيخ الصاوي صاحب الحشدي هناك في بلغة السالب قال أما ما تراه من العلامة التي تكون من أثر السجود، بعض الناس يعني يتعمد يعني أن يتكئ بجبهته على الأرض حتى إيه تؤثر في الجبهة، يعني حتى ترى الواحد منهم في جبهته كركبة العنز وقلبه أقسى من فرعون عياذا بالله تعالى. يعني بعض الناس كالحشاشين مثلا يتوضؤون دائما ويصلون، وترى الواحد منهم زبيبة في رأسه كالزبيبة كده زي ركبة العنز وهو يبيع الحشيش والأفيون وكل المسكرات والمفترات والمرقدات كل حاجة. ما ليه الصلاة دي نقرة ودي نقرة من هذه النقرة ودي نقرة هكذا يقول الشيخ الصاوي منبه على هذا. يقول يعني إياك، يقول لك عامل فلانا ليه؟ لأنه علامة الصلاة في رأسه. دي علامة الصلاة دي. وبعدين يتعامل معه يأكل. طب ما ليه العلامة دي؟ دي علامة هو مصطنعة، لأنه يتكئ على الجبهة. وزمان كانت المساجد مفروشة بالحصى والرمال، الحصى والحصى يؤثر في الجبهة، وبعديها جاءت الحصر الحصير البلاستيك والحلفاء والأشياء التي كانت تعمل منها الحصير الخشن دي، فكانت تؤثر في الجبهة عند السجود، فكان الناس يظنون أنها من علامات الإيه الصلاح. لكن لا، الدين المعاملة كما يقول العلماء، الدين المعاملة هي التي تظهر دين الرجل، كما قال سيدنا عمر بن الخطاب قال يعني عاملوا أو اختبروا الرجل بالدينار والدرهم فبهما يتبين دين الرجل. اختبروا الرجل بالدينار والدرهم، يعني التعامل بيعا وشراء ودينا وأخذا وعطاء، هذا هو الميزان الذي يوزن به الرجل. ولما جاء الرجل يسأل، جاء الرجل يشهد على رجل آخر، قال له: هل أنت جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ قال له: قال هل سافرت معه؟ فإن السفر يسفر عن أخلاق الرجال. قال له: قال هل عاملته بالدينار والدرهم اللذين يتبين بهما دين الرجل؟ قال لا. قال: اذهب يا رجل فأنت لا تعرفه، وأتني يا رجل بمن يعرفك. قال: لعلك، سيدنا عمر قال له: لعلك رأيته قائما قاعدا في المسجد، مش يصلي، انظر سيدنا عمر، لعلك رأيته قائما قاعدا في المسجد. لأنه هو سيدنا عمر قال إيه؟
المصلي كثير والمقيم لها قليل. يعني القائم القاعدة كثير، الذي يصلي كثير، لكن المقيم مقيم لها في نفسه وأهله وماله وولده قليل. المنافقون كانوا يصلوا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. هذا كثير أيضا في الناس، يصلي ويقوم ويقعد في المسجد كثيرا، ولكنه عند المعاملة صفر صفر. فهنا القرآن قال لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. تعرفهم بسيماهم، أي بعلامتهم من التواضع والأثر. لا يسألون الناس إلحافا، أي لا يسألون الناس شيئا فيلحفون، أي لا سؤال لهم أصلا. ليه؟ لقوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فالذي ظاهره الغنى ولا يسأل يظن به الغنى. ثم هم حتى لو احتاجوا لا يسألون، من باب أولى أنهم لا يلحفون في المسألة. الإلحاف هو الإلحاح في المسألة، هات كل شيء، هات تعطيه لا يشبع، هات، ده اسمه إيه؟ الإلحاف وإلحاح، بخلاف سؤال المولى سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الملحين في الدعاء، لكن الإلحاح في سؤال العبد مذموم. في فرق بين الإلحاح والإلحاف في مسألة الخلق والعبد، هذا مذموم، لكن الإلحاح في سؤال الله مطلوب. واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله، ادعوني استجب، إن الله يحب الملحين في الدعاء، الذين يكررون ايه السؤال من الله كثيرا. لكن هنا قال ايه؟ لا يسألون الناس إلحافا، اي لا يسألون اصلا فيلحفون. الذي لا يسأل من باب اولى لا يلحف، لو سأل، يعني على سبيل الفرض لو سأل يسأل مره ويسأل، يسأل مرة ويسكت، ده لو سأل أصلا. لكن هو لا أصلا، يعني نفى عنهم المسألة. لا يسألون الناس إلحافا، فقال أي لا سؤال لهم أصلا، لأن الجاهل يحسبهم أغنياء، فلا يقع منهم إلحاف وهو الإلحاح. يبقى الذي لا يسأل أصلا لا يقع منه إلحاف، اللي هو تكرار الايه المسألة. شوف التوكيد، لا يسألون الناس إلحافا، أي لا يسألون أصلا، فضلا عن أن يلحفوا ويكرروا في المسألة، لبلاغة الايه القرآن. وتفسير الجلالين ده كل كلمة، كل كلمة لا تخرج عن أصل الآية. خلي بالك، يعني التفسير القليل الكلمات ده لا يقدر عليه إلا جهابزة العلماء. واحد يقول ما أنا ممكن أكتب زي الصيد، ورينا ورينا، ده هو يعني يفسر الآية بكلمة يعني فيها كلام، الكلمة تشمل معنى الآية، لا تخرج عنه، وكلامه يحتاج إلى شرح. ولذلك كان العلماء يعني يقررونه في الأزهر الشريف
ويعطون به الإجازات. ليه؟ لأنه يلم لك القرآن كله في رأسك، يلم لك المعاني. رغم هذه الوجازة لكن يفهمك الآية ولا يترك وراءها معنى آخر. ده اسمه السهل الممتنع. السهل أنا نديك آية ونقول لك يعني ورينا إيه أنت مثل السيوطي ولا لا. رضي الله عنه. شوف، لا يسألون الناس شيئا فيلحفون، ما تركش معنى تاني. إلحافا أي لا سؤال لهم أصلا، فلا يقع منهم إلحاف وهو الإلحاف، ليس وراءها معنى آخر مهما تفتش. تروح المطولات تطلع بهذا المعنى فقط، السطر ده. يعني لو رحت القرطبي وقرأت الآية ممكن تلاقي 10 صفحات في القرطبي، لكن هو نفس المعنى مش غيره. ولذلك اسمه تفسير الجلالي، أي التوضيح، الإيضاح. كلمة التفسير معناها الكشف عن معاني القرآن. تقول كلمة، أيوة كلمة، وكلمة بها كلام قد يؤمن، كلام يقصد، وكلمة بها كلام قد يؤمن. شوف، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، أي فمجاز عليه. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، يعني إن أنفقت خيرا، يعني أنفقت مالا ابتغاء وجه الله فإن الله مجازيك عليه. لكن إن أنفقت رياء وسمعة لا جزاء لك عند الله. يقال للمرائين يعني يوم القيامة، اذهبوا إلى من كنتم تراءون فاطلبوا منهم الجزاء. في معنى تاني وراء الآية؟ كلمة واحدة، فمجاز عليه. كلمة واحدة. شوف، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، فمجاز عليه. يعني الذي ينفق ابتغاء وجه الله تعالى يجد الجزاء والثواب. أنفقت بعيدا عن وجه الله، لم تقصد وجه الله، يبقى لا جزاء لك عند الله. انظر إلى التركيز على الإخلاص في الإنفاق. معظم يعني معظم هذا الربع من القرآن ليس عليكم غمدة، معظمه في الإنفاق، إنفاق المال، لأنه هو الذي يقع فيه الرياء غالبا، الإنفاق بالذات. يعني أي منفق، يعني إلا من رحم الله، يحب أن يراه الناس في الإنفاق، يحب أن يراه الناس. طبعا الإنفاق رياء الناس يضيع السر. ثم قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، أهل الكرم، سرا وعلانية، لأن المخلص لا يخاف من العلن، يعني سره وعلنه سواء، لأنه مخلص سرا وعلانية. ولذلك قال فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لشدة إخلاصهم، لشدة إخلاصهم، ينفقون ليلا ونهارا سرا
وعلانية. إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، لأن هؤلاء ينفقون فرضا ونفلا. فالفرض يستحب فيه الإعلان للاقتداء حتى يقتدي به الغني مثله، والإسرار الأفضل في الإنفاق في النافلة يعني اللي هي الصدقات يستحب فيها الإسرار، لأن الإنفاق سرا في الصدقات في النافلة يعني يجعل الإنسان يوم القيامة تحت ظل العرش يوم لا ظل ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل لظله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمين. حتى قيل إن الآية دي نزلت في سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الحين تصدق بأربعين ألف دينار، عشرة آلاف بالليل ومثلها بالنهار، ومثلها سرا ومثلها علانية. وقيل في سيدنا علي، سيدنا علي كان من الناس الفقراء رضي الله عنه، قال كان معه أربعة دراهم لم يملك غيرها، مش أربعة دنانير، أربعة دراهم، ده الدينار بعشرة دراهم، وفي دراهم الدينار باثناشر درهم، يعني في وزن صغير وزن إيه كبير. قال فتصدق سيدنا علي بدرهم ليلا ودرهم نهارا، واحد سر واحد في العالم، كل على قدر حاله، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ثم قال الذين يأكلون الربا، يأكلون أي يأخذونه وهو الزيادة، لأن الأكل لا يقع إلا بالشراء، والربا يؤكل، الربا ده زيادة مال، تعريف الربا زيادة مال في معاوضة مال بمال، يعني يسلف الألف يأخذه ألف وعشر، هذا معنى زيادة مال في معاوضة مال بما، هذا ضابط الربا. يبقى لا بيع ولا شراء ولا كراء، يعني ليس فيه يعني سلعة مثلا، ليس هناك سلعة تباع ولا تشترى. والجاهلين كانوا الواحد منهم يسلف قرضا حسنا، خلي بالك ربا الجاهل يقرض قرضا حسنا، فإذا جاء موعد السداد يعجز المدين، فيقول له الدائن إما أن تقضي وإما أن تربي، أخرني وأزيدك، أدرب أخرني وأزيد، خلاص هو أقرضه قرضا حسنا، واحد مثلا المحرم موعد السداد عجز المدين، يقول له إيه؟ يقول له إما أن تقضي تأتي بالألف درهم أو دينار، وإما
أن أؤخرك، أخرني وأزيدك، يعني أخذ منك الدين في واحد صفر لكن أخذه 1010، يوافق. لكن الربا الآن إذا استلفت من البنوك أو من أي مكان يأخذون الربا قبل السلفة، يعني إن اقترضت 1000 تأخذه 900 وتسدده 1000، يبقى ربا أسوأ من ربا الجاهلية. ربانا أسوأ من ربا الجاهلية. سمى الربا أكلا لأن الإنسان يشتري به الأكل فيأكل الربا. الذين يأكلون الربا أي يأخذونه وهو الزيادة، الزيادة في المعاملة بالنقود والمطعومات في القدر أو الأجل، يعني يسلف الطعام أحيانا يستلف يعني 10 كيلات ويردهم 12 كيلة مثلا، يبقى ده زيادة في المطعوم. ليه؟ لأنه الأصل في هذا حديث عبادة بن الصامت في البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا التمر بالتمر ولا البر بالبر ولا الملح بالملح ولا الشعير بالشعير إلا مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء. ده اسمه ربا فين؟ في الأموال والمطعومات. عندنا الدنانير والدراهم، اللي الذهب الذهب دنانير والدراهم الفضة. لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح ولا التمر بالتمر إلا مثلا بمثل. أخذت 10 دراهم تردها 10، أخذت 10 دنانير تردوا 10 دنانير. كذلك في الملح 10 كيلو ملح تردوا 10 كيلو ملح. التمر بالتمر 10 كيلو أو 10 كيلات، أن التمر يوزن ويكال، تردها كما أخذتها. القرض يرد بمثله لا زيادة ولا نقصان. التمر والملح والشعير والبر والقمح دي مطعومات، والأموال اللي هو إيه؟ الذهب والفضة، لأنهم أصل النقد، أصل المعاملة، وبهما البيع والشراء، الأسمان ثمن، الذهب والفضة ثمن لهذه الأشياء. فكانوا يعني يستلفون التمر ويردونه بزيادة، ويستلفون الشعير والملح والبر. يعني شوف الملح ده مصلح للطعام، والبر والشعير والتمر مطعومات مما يكال أو يوزن، والدنانير والدراهم ده عاد أصل النقدين، أصل البيع والشراء بالأسمان، ثمن، ثمن البيع وثمن الشراء كانوا يتبايعون بهما. عاد الايه اللي هي البدل. عاد العالم دلوقت كل بلد لها ايه نقد معين، دولار، دينار، درهم، جنيه،
مسميات كلها ورقية، أوراق بنكنوت، يسموها أوراق بنكنوت، يعني كأنها إيه؟ كأنها يعني زي الشيك، شيكات. وبزيادة من دون حتى شرط. زمان كانوا يقولوا إيه؟ أتعهد لحامل هذا السند، اللي هو الورقة دي كانت زمان 10 جنيهات، ورقة فئة 10 جنيهات، كان مكتوب أتعهد لحامل هذا السند، يبقى ده سند بدفع 10 جنيهات ذهبية. لما كان الغطاء لوزارة المالية كان الغطاء ذهب كله. وهنا عليه كل اللي في العالم الآن بدل الذهب والفضة، يعني الدولار مثلا، الروبية اللي هي المارك الألماني، والين الياباني، والمليم المصري، والدرهم العماني، والريال السعودي، مسميات كلها، لكن هو ده أصل الأسماء، الذهب والفضة، كل ده بدل الذهب والفضة. والبدل يأخذ حكم المبدل منه، عشان تفهم قضية الربا، البدل يأخذ حكم المبدل منه، بمعنى إنك استلفت مثلا 10 دولار ترد 10 دولار، لو رددتها 12 تأخذ حكم إيه؟ الربا. حتى بدون شرط؟ هي بدون شرط، يعني حتى لو رسمي الإكرام ده بعد حلول الأجل، بعد حلول الأجل. يعني بعد حلول الأجل، إحنا مذهب الإمام مالك لا يجيز الرد بأكثر من العدد، لا قبل الأجل ولا بعد الأجل، مذهب الإمام مالك. يرد أحسن صفة مثلا، أحسن صفة بس، يعني أخذ غلة يعني رديئة أو متوسطة يردها جيدة ممكن، لكن 10 كيلات يردها 12 لا. لكن مذهب الجمهور جائز، جائز، وهو أرجح يعني من رأي المالكية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رد البعير أحسن صفة، ورد لزيد بن سعنة لما طالب الحبر اليهودي، لما كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غلة، كان بر أو شعير، وطالب النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل موعده، كمان قبل موعده، وشد عليه في الطلب. فسيدنا عمر طبعا نظر إليه نظرة يعني إيه، جعلت قلبه في رجليه. سيدنا عمر لما شد زيد على النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، وكذا، يعني دارت عين سيدنا إيه؟ عمر عايز يقوم إيه؟ يقتل الرجل. فنظر إليه نظرة شديدة، يعني أصيب بالروع والخوف، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أنا وهو يعني كنا أحوج من أحوج إليك من غير هذا، يعني من غير أن تعنفه أو أن تنظر إليه نظرة تخيف، أنا وهو أحوج إلى ذلك، إيه يعني أحوج إلى غير هذا منك، تأمره بحسن التقاضي وتأمرني بحسن القضاء، ولا تنظر إليه ولا تضربه ولا تقتله. صلى الله عليه وسلم. بعدين قال له: قم واقضه دينه وزد 20 صاعا جزاء ما روى. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر قدرا من الدين، بدون شروط وبدون اتفاق، جائز يرد يعني أكثر وزنا وأكثر عددا
لكن من غير شرط. من غير شرط، لكن الشرط هو الربا. يشترط عليه خذ 10 وردها 15، خذ 10 كيلات وردها 12 كيلة. نعم. هذا حرام. لا الشرط. نعم. مثلا الذي يأخذ مثلا واحد أخذ مني مثلا نقول مثلا 100 جنيه. أيوة. وقال أنا لما أقول له يأتي مثلا 120، بس هو قال أنا أجيب لك 120 بدون شروط. لا لا، عند الدين وعند السلفة لا يتكلم بشيء ويقترض فقط، يعني يأخذ منك السلف. فإذا جاء الموعد وأعطيته 120، ده من باب حسن القضاء. ولو أعطيته 90 وقبلها يبقى حسن تقاضي. هذا جائز وهذا جائز عند الجمهور، لكن عند المالكية لا. ده يعني خلاصة المسألة. يبقى لو قضى بأكثر حسن قضاء من المدين، ولو قضى بأقل وقبل الدائن يبقى حسن اقتضاء. وفي الحديث رحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى. مش الحديث كده؟ ها؟ دي السماحة. إذا قضى قضى أحسن، خير الناس أحسنهم قضاء، كما قال اللي هو يرد أحسن صفة أو أحسن أو أكثر عددا، وخير الناس أحسنهم اقتضاء اللي هو يقبل الأقل ويسامح في الباقي، لكن بدون اتفاق وبدون شروط. ده خلاصة المسألة. نعم. لأن أخبرنا بالاقتراض، لأنه الخبر عند الاقتراض، يعني هو أخبره أنه سيقضي عليه بحسن القضاء. لا لا، ما تكلمش أي كلمة تحرم، أي كلمة تحرم الموضوع. نعم. طبعا. هي في اتفاق. من غير كلام. الذي يحصل من غير كلام يكون حلالا، لكن أي كلام يقول له إيه؟ 100 جنيه أجيبها لك 90، ما ينفعش. بالنسبة للمدين حتى في النقص ما فيش اتفاق، لا كده ولا كده، لا يتفق. أي نعم، أي لا يجوز إلا صفة. في الصفة فقط، الجودة والرداءة، الجودة والرداءة، لكن العدد لا، يرد مثله. وقالوا إنه يعني قضية زيد بن سعد دي قضية وقعت حال لا يقاس عليه، يعني كأنها خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن سعنة اليهودي، حبر، الحبر اليهودي. هو اللي اختبر النبي صلى الله عليه وسلم في صفتين قرأهما في التوراة ولم يخبرهما، فعرفهما من هذه المعاملة. الدين لم يأتي بعد، معاد، فجاء يعني شد على النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل. لما بالراحة شوي. بهدوء الطلب يكون بهدوء. الغضب سيدنا عمر مش يعني لا يعرف نية إيه زيد، هو نيته يعني. ولذلك سأله قال له: لما تصنع ذلك يا زيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت رجل حبر عالم، يا
يعني عارف بصفة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنا خبرت كل الصفات، عرفت كل العلامات إلا صفتين لم أخبرهما، يسبق حلمه غضبه ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلمه صلى الله عليه وسلم. والآن عرفتهم، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فانتفع إيه؟ انتفع بالقضية وأسلم الذين يأكلون الربا لا يقومون أي من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم إلا قياما كقيام الذي يصرعه الشيطان من المس، أي الجنون. إذا جر ومجرور يتعلق به يقوم من المس، يقومون كأنه يقوم مصروعا كالمجنون. شفت المجنون إنما يقوم يتخبط، يعني إيه ما به، به جنون، الصرع ذا كالجنون، لأن المجنون لا عقل له، فتراه يتخبط يمشي ويقع ويخبط رأسه في الحائط، ها هو مجنون. قالوا والعلامة دي يعرفون بها يوم القيامة. في حديث الإسراء النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا بطونهم كالبيوت ترى من داخلها الحيات والعقارب، عياذا بالله. قال ما هؤلاء جبريل؟ قال هؤلاء أكلة الربا، لأن الربا من الزيادة، فمن أكلهم الربا ربى الربا في بطونهم حتى صارت كالبيوت، اللي بطنه قدر البيت هل يستطيع المشي كالناس؟ كلما قام وقع، يقع لورا ومرة بطنه تسقل عليه يقع للخلف، يمين يقع على جنب، بطن طبعا شوف كالبيت، يبقى لا يستطيع أن يمشي مشيا عاديا، كلما مشى خطوة يخبط هكذا هكذا إلى الخلف، كلما قام وقع، يظل هكذا من موضع قبره إلى المحشر حتى يصل، يعرف بذلك، يعرف بين أهل الموقف أنه آكل الربا. شوف ربى الربا في بطونهم حتى صار كالبيت، وكمان من داخلها الحياة والعقارب، عياذا بالله تعالى. والسبب ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، أي ذلك الذي نزل بهم من العذاب بعد القيام من القبر، بأنهم أي بسبب أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، أي في الجواز، وهذا من عكس التشبيه، اسمه تشبيه معكوس، المشبه هو مشبه به، لأن الأصل إنما البيع الربا مثل البيع، ده الأصل، لأن الربا إيه؟ فرع، والأصل البيع، فالمفروض لو هو عنده عقل هيشبه يقول إيه؟ إنما الربا، إنما البيع، إنما الربا مثل البيع، لأنهم قالوا إيه؟ كما نبيع الدرهم أو الدينار بدينار، نبيع الدرهم بدرهمين. يعني لا قاسوه
لا قالوا كما نبيع الثوب الذي يساوي دينارا بدينارين، نبيع الدرهم أو الدينار الذي يساوي درهما أو دينارا بدينارين، واحد لا فرق. يعني جعلوه كالبيع، جعلوه كالبيع، أو جعلوا البيع كالربا، جعلوا البيع كالربا، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، كما نبيع الثوب ونربح فيه نبيع الدينار ونربح فيه، هكذا بالعقل كده. هذا اسم التشبيه المقلوب، زي أفمن يخلق كمن لا يخلق، أصلها أفمن لا يخلق كمن يخلق، اسم تشبيه إيه؟ بالعكس. زي إيه؟ في الشعراء يقول إيه؟ وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. يعني شوف الأصل إنه إيه؟ وجه الخليفة كالصباح، لا ده جعل إيه؟ وجه الخليفة هو الأصل والصباح فرع، مشبه الصباح بوجه الخليفة، كيف يعني؟ مبالغة، اسمها إيه؟ مبالغة، مبالغة. هنا المبالغة في اعتقاد حلية الربا حتى صار كأنه إيه؟ كأنه البيع. المبالغة جت من إيه؟ من قوة اعتقادهم حلية الربا، فعكسوا التشبيه، بدل ما يقولوا إنما الربا مثل البيع قالوا إنما البيع، جعلوه أصلا، جعلوا الفرع وهو الربا أصلا، وجعلوا البيع الذي هو أصل فرعا، عكسوا. سبحان الله. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، أو قالوا إنما البيع مثل الربا أي في الجواز، أي لا فرق بينهم. وهذا من عكس التشبيه للمبالغة، يعني دائما إيه؟ التشبيه المقلوب يكون للمبالغة، هنا المبالغة في اعتقاد الحل، زي إيه اللي ادعى إنه إيه الصباح يشبه وجه الخليفة في الضياء، هذا كذب، لكن هو من شدة المبالغة وعايز فلوس عشان الخليفة يخلي باله بقى، يقول جعل الصباح يعني يشبه وجه الخليفة، كتمله الإيه المعلوم يكسر. ولذلك القرآن رد عليه. يبقى الوقف هنا حكمه ايه في القرآن؟ لازم وقف ايه؟ لازم، يعني حينما تقرأ تقول ايه؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، لو وصلت يفسد المعنى، الوصل هنا يفسد المعنى، لأنه أحل الله البيع وحرم الربا، ده رد عليهم. طب هم قالوا أحل الله البيع وحرم الربا، طب يعني يغني ويرد على نفسه؟ لا، فالوصل هنا يفسد المعنى، لأن الواو هنا للاستئناف، الواو مش عاطف، لو وصلت يبقى جعلتها عاطف، يبقى دخلت مقول القول، أدخلت في مقول القول ما ليس منهم. هل هم قالوا أحل الله البيع وحرم الربا؟ طيب يبقى لما توصل، إذا وصلت أفسدت المعنى، لأن قوله وأحل الله البيع وحرم الربا رد على كلامه، واضح؟ فمن جاءه موعظة من ربه، أي بلغه وعظ من الله، فانتهى وتاب عن أكل الربا، خلاص فله ما سلف، خلاص عفى الله عما سلف، أي قبل النهي، يعني لا يسترد منه، خلاص
لأنه أكله بجهالة. خلاص كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعد أصحى فأنه غفور رحيم. وأمره إلى الله أي في العفو عنه. ومن عاد تاني عاد بعد التحريم إلى الأكل بعد التحريم فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ونقف عند هذا الحد. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا ما علمنا، أن يرزقنا وإياكم علما وعملا، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه.